إذا مشاهدي شفت به تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتتبعات. كانت واجدوا في أسهر في أشهر أسواق مدينة وجدة، هو سوق الخضر جاي وسط المدينة. السوق هذا يعني واحد تاريخ كبير، لأنه كان واحد الوقيته في واحد البلاصة اللي تريبات ونقلوه، ولكن باقي هذيك الإعتبارية ديالو ديال الأخوة. حنا غادي نشوفو أشهر فواكه شحال الثمن ديالها، شحال شحال كرموس اخويا؟ 100 يلا كيخرج ديالك؟ راه 20 يوم ياك؟ تبارك الله. ما بسمعش صورك انت، صور غير الله يسخر اخويا، الله يسهل الامور، الله يحفظك. اذا كما شفتوا الماده ديال الكرموس، الفاكهه ديال الكرموس اللي كنسميوها الكرموس. شفت تبارك الله عليك، صافا بخير مزيان الصحه، كي دايره الاجواء، كي دايره الامور؟ مزيان اخويا، فين وصل الصوالح اخويا؟ ايوا الحمد لله. كيف ما شفتوا أشهر حتى السلطات، على واحد السلطات اللي خيرات تاع البلاد تبارك الله. صافا بخير مزيان. صافا والله لك شي بخير. هذا اللعيبه هذا كرم ياك؟ كرم هذا مشيت على المغرب هذا؟ لا هذا الاحمر ياك. وشنو الفرق بينه وبين هذاك؟ هذا ديال السلطه، هذاك طعام طعام كذا. لا والو. اللوبيا شحال دايره؟ هادي؟ واه 800 درهم. 100 درهم. واه خيار 100 درهم. اخر القضيه راها رخيصه. لا الدعوه رخيصه. واه. واللوبيا كريني؟ 160 مليح. حتى هي 160. واه. تبارك اخويا الله لا. يا سلام. و بيتراف؟ بيتراف لي هذا 6 دراهم صراحة اثمنها جد مناسب، عكس ديال رمضان يا خويا. البصله شحال راها واصله؟ البصله هذيك 80 80 4 درهم. والبطاطا؟ البطاطا 80 دولار. واش كما كتشوفوا معنا الثمينه تبارك الله ديال الخضر كويسه بزاف، نحاولوا نكملوا الجولة ديالنا. هذا أشهر سوق ديال الخضار. الله يعاون، تبارك الله عليك، لاباس. شحال داير الخوخ؟ 15 14 وش هدية؟ كاليتي باين غير ما تبارك الله. إذا كما كتشوفوا خير غنزلة. وتفاح 20. الله يسهل الأمور أخويا، الله يعاونك، الله يحفظك، شكرا. الدلع شحال هذا الكيلو؟ ما راكش عارف؟ 70 دولار. 70؟ واه. تبارك الله، هذا ديال الزاكورة ياك؟ واه. هذاك الدلع اللي خضر كامل ما بقاش يجي؟ لا كاين، هذا ياك.
جدا كما كتشوفوا. حب الملوك، حب الملوك يا خويا شحال راه داير؟ 30 درهم. 30 درهم. تبارك الله الشيء عندك زوين اخويا. تبارك الله الخير اخوتي. جميع انواع الفواكه. كل شيء تبارك الله موجود. نتمنى انه تبارطاجيو معنا هذا المباشر باش الناس تشوف الخيرات تاع البلاد، وحده الوطن كذلك يشوفوا الخير اللي كاين في المغرب. نحاولوا خويا الله يسهل الامور. الله يعاون الله يحفظك. نكملوا الجوله ديالنا. هذا اشهر اسواق مدينه نجفة بطبيعة الحال. السلام عليكم. هذا شي فلور؟ لا بريكولي. بريكولي؟ بريكولي، ها شي فلور ديال بحال تقريبا بحال شي فلور ياك. بريكولي. شحال داير في الثمن ديالو الكي؟ هذا 10 درهم. 10 درهم تبارك الله. الله يسهل الامور. الله يحفظك. شكرا. السلام عليكم. الله يعاون. شحال هذا الخيار؟ 6 درهم. تخلص في الثمن، طاح في الثمن. وهذه لفت بلديه ولا ولا غير لفت عاديه؟ حلوه. كيقول كيسميوها؟ كيقول لك المرة، كيقول لك بلدية ياك. هذه مرة؟ ايه يمكن هذه هي اللي بلدية. لفت المرة. تجي مرقة. تبارك الله. وهذا القرعة؟ سيبسي. سيبسي هذه ديال الطعام. قدمتي معاها هذه. ياك وهذا اللوبيا. لوبيا جريني. واه ان شاء الله. لوبيا جريني شحال راه دايره؟ السوق مزيان، اثمنه مزيان. واه احسن من رمضان. الله يسهل الامور اخويا. الله يحفظك. شكرا. إذا خوتي خواتاتي شفتوا معنا هذه الجولة الخفيفة هنا في وسط المدينة، يعني أشهر أسواق المدينة. السوق هذا اللي عنده تاريخ كبير كما قلت لكم، عشاق الحار. شحال داير الحار أخويا؟ 600 درهم. وحار حار؟ 600 حار. حار قول لي. حرار. هذا شنو هو أخويا؟ شبرو أمري. والله ما نسمع به. ياك قد الطيب هذه مرقه؟ ديروا مرقه، ديروا مرقه ياك. يعني بحال كي لعبت على الشامبينيون. على كرومو صغير. كرومو صغير. ايه مشكل اخويا هادشي. هذا ديال المغرب ياك. انا والله لا اول مره نشوف. والله العظيم. الله يلا تبارك الله. ما كنخسرنا والو. واه داك الشيء اللي كان. والكرموز شحال راه دايره؟ كرموز عاد كيخرج هاد يمكن. ياك. شحال راه دايره؟ 30 درهم. 30 درهم. ولكن اخويا يا سلام. تبارك الله عليكم اخويا. الله يسهل الامور. الله يحفظكم. اذا خوتي خواتاتي كما شفتوا معنا درنا هاد الجوله الخفيفه. سواق سوق الخضر مدينة وجدة وسط المدينة. نحاولوا نكملوا الجولة ديالنا بالسيارة بطبيعة الحال. إذا تحية طيبة، غادي نرجعوا لكم في واحد البث مباشر آخر إن شاء الله.